بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم اليوم في درس جديد من دروس القواعد، ودرسنا اليوم إن شاء الله سيكون عن المبني للمجهول. طبعا هذا الدرس موجود في student book، كتاب الطالب، يون 3 lesson 7، الوحدة الثالثة درس السابع، on page في صفحة 33، صفحة 33. عنوان الدرس هو some of Iraq's animals، يعني بعض من حيوانات العراق. طبعا منطيك ست صور لست حيوانات مثل ما تشوفون، وبالبداية منطيك استماع، قايل لك عندنا listen to three descriptions، استمع لثلاثة وصوفات، and match them to the pictures، وطابقهن أو اربطهن مع الصور. يعني ينطيك فد استماع معين وتقول هذا الحيوان موجود في الصورة اللي هي بالحرف كذا. بعد ما تخلص هذا الاستماعات منطيك بوك، يعني عمل ثنائي، describe the other animals، يعني صف الحيوانات الأخرى، أنت وزميلك طبعا تحاولون انه تنطون وصف للحيوانات اللي ما ذكرت بالوصفات الثلاثه الاولى بالاستماع. هسه نجي ناخذ المبني للمجهول بالتفصيل. المبني للمجهول هو بالانجليزي اسمه passive voice. زين، شنو يعني المقصود بالمبني للمجهول؟ المبني للمجهول احنا عندنا جملتين، الجملة المبنية للمعلوم والجملة المبنية للمجهول. الجملة المبنية للمعلوم يعني فاعلها معروف، اما الجملة المبنية للمجهول فهي الجملة اللي فاعلها غير معروف عموما. زين، ناخذ مثال باللغة العربية. مثلا نقول كسر علي الشباك، كسر علي الشباك. هسه كسر فعل، علي فاعل، والشباك المفعول به. زين، هسه هاي الجملة أريد أحولها إلى المبني إلى المجهول. شلون أحولها؟ لازم أحذف علي حتى إنه يكون الفاعل شبيه ما معروف. فش أقول؟ أقول كسر الشباك، كسر الشباك. منو كسر؟ ما نعرف. فهسه كسر علي الشباك، هاي الجملة مبنية للمعلوم. ليش؟ لأنه المعروف اللي كسر الشباك معروف هو علي. اما من نقول كسر الشباك فهاي الجمله مبنيه للمجهول. ليش؟ لانه ما نعرف منو اللي كسر الشباك، يعني الفاعل مجهول. زين، باللغه العربيه عندنا خطوات نحول الجمله من المبني للمعلوم الى المبني للمجهول. باللغه الانجليزيه كذلك ايضا عندنا خطوات نتبعها حتى نحول جمله مبنيه للمعلوم الى جمله مبنيه للمجهول. فهسه لتحويل جملة مبنية للمعلوم، يعني قلنا فاعلها معروف، إلى جملة مبنية للمجهول، يعني شنو؟ يعني فاعلها غير معروف عموما، نتبع الخطوات الآتية. هسه شنو الخطوات؟ أولا حذف الفاعل، يا فاعل، فاعل الجملة اللي الفاعل اللي موجود بالجملة اللي مبنية للمعلوم، نشيل هذا الفاعل نحذفه. زين، الخطوة الثانية نضع المفعول به، اللي وين كان هذا المفعول به؟ كان في الجملة المبنية للمعلوم. وين نجيبه؟ نجيبه في بداية الجملة المبنية للمجهول. ليش؟ حتى يكون نائب فاعل. واضح؟ الخطوة الثالثة نضع الفعل المساعد وحسب الزمن. طبعا احنا بتمرينكم او بدرسكم منطينا فقط ثلاثة ازمنة زائدا الافعال الناقصة، فراح احنا نتقيد بما موجود بالدرس. فهسه اذا كان عندنا زمن مضارع بسيط فالفعل المساعد يكون is او are او am. is للمفرد وار للجمع وام للضمير اي. طبعا is مع هي او شي او ات، وقلنا الهي ممكن تكون علي والشي ممكن تكون ليلى والات ممكن تكون اي شيء على الانسان، جماد مفرد، السياره، المدرسه، الرحله الى اخره. الار مع الاي، عفوا الار مع الوي والذي واليو. الوي ممكن تكون انا واخي، والذي ممكن تكون العمال، ممكن تكون السيارات، ممكن الطلاب، اي جمع. واليو هو المخاطب بصوره عامه. اما ام فتجي مع الضمير اي. هسه هاي فهمنا اذا عندنا الجمله في زمن مضارع البسيط ونريد نسويها مبنيه للمجهول فالفعل المساعد يكون اما از او ار او ام.
إذا كانت الجملة بالماضي البسيط فالفعل المساعد يكون was أو were. الwas طبعا مع المفرد he أو she أو it أو I، والwere مع الجمع. أما إذا كان الزمن مضارع تام فعندنا has been و have been. has been مع المفرد he أو she أو it، والhave been مع الجمع I أو we أو they أو you. أما إذا عندنا أفعال ناقصة فالفعل المساعد يكون الفعل الناقص زائدا الفعل be، يعني الفعل المساعد مع الأفعال الناقصة. من إذا نحول جملة المبنية المعلومة المبنية المجهول يكون الفعل الناقص نفسه زائدا be. هسه هاي الخطوة الثالثة افتهمناها وكملناها. قلنا الخطوة الأولى حذفنا الفاعل، الخطوة الثانية خلينا المفعول به في بداية جملة المبنية المجهول حتى يكون نائب فاعل، الخطوة الثالثة خلينا الفعل المساعد وحسب الزمن، الخطوة الرابعة نضع الفعل الرئيسي بصيغة التصريف الثالث. احنا فيما سبق اخذنا في المحاضرة الأساسية الثانية العبارة الفعلية والفعل، وقلنا الأفعال القاموسية اللي احنا نسميها الأفعال الرئيسية بها ثلاث تصاريف، تصريف أول، تصريف ثاني، تصريف ثالث. زين، إذا طبعا الأفعال القاموسية أو الأفعال الرئيسية بها نوعين، بها طبيعية وبها شاذة. الطبيعية اللي شنو ماضيها ياخذ إيدي والتصريف الثالث ياخذ إيدي، أما الشاذة لا، فلكل فعل ترتيبه الخاص، ممكن يعني التصريف الثاني مالته يختلف عن التصريف الثالث. مثلا عندنا write، التصريف الثاني مالته wrote، التصريف الثالث written. أما إذا عندنا فعل قاموسي طبيعي مثلا visit، فالتصريف الثاني مالته يكون visited، ضفنا له إيدي، والتصريف الثالث أكيد visited، لأن إحنا تعلمنا كل فعل تصريفه الثاني ينضاف له إيدي، فتصريفه الثالث لازم أيضا إيدي. هسه هاي الخطوة الرابعة كملناها، خلينا الفعل الرئيسي بصيغة التصريف الثالث. النقطة الخامسة نضع التكملة إن وجدت. هسه راح ناخذ ذن الأمثلة راح يوضح لنا الفكرة أكثر. عندنا كريم visits علي. هسه كريم الفاعل، visits هو الفعل، وعلي هو المفعول به. زين، هسه هاي جملة شبيهة مبنية للمعلوم، والدليل أنه الفاعل كريم شبيه موجود. هاي أريد أحولها إلى من؟ أحولها إلى المبني للمجهول. شلون أحولها المبني للمجهول؟ عندي خطوات أنا تعلمت. شنو الخطوة الأولى اللي تعلمتها؟ الخطوة الأولى أحذف الفاعل، حذفت الفاعل كريم من الجملة المبنية للمعلوم. زين، الخطوة الثانية نضع المفعول به في بداية الجملة المبني المجهول يكون نائب فاعل. زين، هسه شنو المفعول به بهاي الجملة؟ هو علي، فلازم أخليه وين؟ بالبداية بجملة المبني للمجهول، فخلينا علي بالبداية. الخطوة الثالثة نضع الفعل المساعد وحسب الزمن. الفعل المساعد طبعا يعتمد على نوع الزمن، قلنا هاي الجملة هسه ايش بها زمن؟ كريم visits علي، طبعا بالمضارع البسيط، والدليل انه فعلها visits بالمضارع، وبعد بالزيادة هو ايش بها هسه الشخص الثالث اللي هاي خاصة فقط بالمضارع البسيط. فما دام عرفنا انه الجملة في زمن المضارع البسيط فالفعل المساعد يكون اما is او are او am، طبعا وحسب الفاعل، الفاعل حسب نائب الفاعل. يعني هسه انا فالنائب الفاعل علي، يعني شو خلوا يا خلوا يا لازم از، واضح؟ كملنا الخطوه الثالثه. الخطوه الرابعه نضع المفعول، نضع الفعل الرئيسي بصيغه التصريف الثالث. الفعل الرئيسي visits، هاي الاس طبعا اس الشخص الثالث تنشال. visit هو فعل قاموسي طبيعي، نحوله للتصريف الثالث نضيف له فقط ايدي، نضيف visited. فكريم visits علي، كريم زار علي، من حولناها المجهول لازم شنو؟ كريم ينشال، فصارت علي is visited، يعني علي تمت زيارته، او علي انزار. من الزارة ما نعرف، ليش؟ لان هي هاي الجملة مبنية الى المجهول. المثال اللي بعده كريم visited علي. هسه هاي كريم فاعل، visited فعل، وعلي المفعول به. الخطوات نطبقها، حذفنا كريم، علي نخلي بداية الجملة المبنية للمجهول إن هو كان مفعول به فيجي يصير بالجملة المبنية للمجهول نائب فاعل. الدور الفعل المساعد. زين، الفعل المساعد الجملة احنا قلنا يعتمد على نوع الزمن. كريم visited علي، هاي الجملة، هاي الجملة بالماضي البسيط، والدليل فعلها visited يحتوي على ايدي.
يعني جملة بالماضي البسيط. فإذا عرفت أنه جملة بالماضي البسيط فلازم أخلي لو ووز لو وير وحسب الفاعل أو حسب نائب الفاعل بجملة المبني للمجهول. عندنا نائب الفاعل هو علي فلازم نخلي ووز، واضح؟ والخطوة اللي بعدها أخلي المفعول به بالتصريف الثالث. طبعا ما دام هو ماضية إيدي لازم تصريف الثالث أيضا إيدي. فكريم فيزيتد علي، كريم زار علي، تصير علي ووز فيزيتد، يعني علي بالماضي ووز فيزيتد، تمت زيارته أو انزاره نقول. هسا عندنا كريم هاز فيزيتد علي، هاي الجملة شوية خلينا نتوقف عندها. كريم هاز فيزيتد علي باعتباركم أنتم لحد الآن ما مضي زمن المضارع التام. طبعا زمن المضارع التام يتكون من فاعل زائد فعل مساعد زائد فعل رئيسي بالتصريف الثالث. إذا الفاعل مفرد فالفعل المساعد يكون هاز والفعل الرئيسي بالتصريف الثالث، أما إذا الفاعل جمع فالفعل المساعد يكون هاف والفعل الرئيسي بالتصريف الثالث. فهسه هاي عندنا جملة في زمن المضارع التام، كريم هاز فيزيتد علي، كريم هو الفاعل، هاز فيزيتد هي العبارة الفعلية متكونة من هاز فعل مساعد زائدا فيزيتد هو الفعل الرئيسي اللي بالتصريف الثالث، وعلي هو المفعول به. فهسه هاي الجملة شلون احولها من المبني للمعلوم الى المبني للمجهول؟ طبعا هي مبنية للمعلوم لان كريم الفاعل معروف. فهسه نجي على الخطوات، اول شيء نحذف الفاعل وهو كريم، حذفنا الفاعل. الخطوة الثانية نضع المفعول به في بداية جملة المبني للمجهول يكون نائب فاعل. جبنا علي خليناه بداية الجملة المبنية للمجهول حتى صار نائب فاعل. الخطوة الثالثة نضع الفعل المساعد وحسب الزمن. طبعا احنا عرفنا هذه الجملة في زمن المضارع التام فالفعل المساعد يكون اما has been او have been وحسب الفاعل او حسب نائب الفاعل. زين هسه احنا شعدنا عندنا علي فعل شنو نخلو ياه مفرد نخلو ياه has been. الخطوه الرابعه نضع الفعل الرئيسي بصيغه التصريف الثالث، طبعا هو اساسا كان بجمله المبنيه المعلوم بالتصريف الثالث فهو نزله نفسه. فكريم has visited علي، كريم قد زار علي صارت علي has been visited، قد تمت زياره علي أو علي قد تمت زيارته أو علي قد انزار يعني نقول. هسه نجي على المثال الرابع نقول كريم كان فيزت علي. هسه شعدنا هاي الجملة بها كان فعل ناقص، وإحنا بالمحاضرة الأساسية الثانية العبارة الفعلية والفعل أخذنا الأفعال الناقصة وشرحناها بالتفصيل وقلنا الأفعال الناقصة بها فد مميزات معينة إلى آخره، الشرح موجود بالمحاضرة جاهز. طبعا بس نريد نعرف شنو الافعال الناقصه. الافعال الناقصه مثلا عندنا كان كود مي مايت ول وود شال وشود وهاف تو وهاز تو وماست وماضيهن هاد تو الى اخره. ذن الافعال الناقصه شلون احول جمله مبنيه للمعلوم الى جمله مبنيه المجهول بهن واحد من ذي الافعال الناقصه؟ قلنا يعني نفس الخطوات اللي يمشي بيها فرق فقط بالفعل المساعد. هسه كريم كان فيزت علي، كريم فاعل، كان فيزت كان فعل ناقص، فيزت هو الفعل الرئيسي واحنا اخذنا قلنا الفعل الناقص هو فعل مساعد دوما لازم يجي وراه شنو؟ فعل رئيسي، وهذا الفعل الرئيسي عادة ما يكون شنو؟ مجرد خالي من اي اضافة. وعلي هو المفعول به. فهسه الخطوات نتبعها، نحذف كريم، نجيب علي نخليه بداية جملة مبنية المجهول. زين هسه هاي عندنا كان فيزت عرفنا انه افعال ناقصة، فقلنا شنو الفعل المساعد اللي نحتاجه اللي هو بالخطوة الثالثة نحتاجه اذا كان يعني عندنا فعل ناقص وهو الفعل الناقص زائد بي. الفعل الناقص عندنا كان، خلينا كان وخلينا وراها بي. والخطوة الرابعة نضع الفعل الرئيسي بصيغة التصريف الثالث. هسه عندنا فيزيت، اكيد احنا قلنا فيزيت هو فعل قاموسي طبيعي فتصريفه ثالث مجرد نضيف له ايدي فضفنا فيزيتد فصارت كريم كان فيزيت علي، كريم يستطيع ان يزور علي فصارت علي كان بي فيزيتد، علي ممكن ان يزار مو او ممكن ان يزورونه يعني.
بذن الجمل اللي شفناها هسه احنا اللي هنا علي از فيزيتد، علي ووز فيزيتد، علي هاز بين فيزيتد، وعلي كان بين فيزيتد. ذن ايش بيهن؟ ذن جمل مبنيه للمجهول. ليش؟ لانه الفاعل ما معروف، اما علي فهو نائب فاعل اللي هو كان في الجمله المبنيه للمعلوم عباره عن مفعول به. زين، ليش نسميه المبنيات المجهول؟ لان من قام بالفعل مجهول. يعني هسه علي بالاربع حالات بالاربع جمل ما نعرف من هو اللي زاره، واضح؟ وهو لذلك سميناه المبنيات المجهول، لان من قام بالفعل مجهول غير معروف بالنسبه لنا. زين، هسه نجي شلون اتعامل ويا موضوع المبني المجهول بالامتحان. طبعا موضوع المبني المجهول بالامتحان يجي بطريقتين. الطريقه الاولى هي ان يعطيك جمله مبنيه للمعلوم ويقول لك بين قوسين passive voice، يعني شنو؟ يعني حول لي هاي الجمله الى المبني للمجهول. الطريقه الثانيه وهي الاختيارات. طبعا بالاختيارات مو دائما واضح لك تعرف انه المطلوب هو موضوع المبني للمجهول. يعني من خلال قراءتنا للأسئلة الوزارية لاحظنا فد نقطتين ممكن يفيدنك انه تتعرف على النقطة هي على موضوع المبني للمجهول. فهسه لاحظ كيف نعرف ان الجملة مبنية للمجهول في الامتحان. طبعا اولا غالبا ما يكون نائب الفاعل ليس انسانا. يعني احنا تعلمنا انه نائب الفاعل يكون بالبدايه بالجمله المبنيه للمجهول، فغالبا ما يكون هذا نائب الفاعل مو انسان، يعني فشي جماد او حاشاكم يكون حيوان. ناخذ هذا المثال ماي براذرز والت، يعني والت معناها محفظه، يعني محفظه امي، داش ان ذا ماركت، فراغ ان ذا ماركت في السوق. نعطيك ووز ستولن، ووز ستولن طبعا ووز وراها ستولن، طبعا ستيل يسرق. التصريف الثاني مالتها ستول، والتصريف الثالث ستولن، هذا فعل قاموسي شاذ. فهسه بنعطيك ووز ستولن، طبعا الووز فعل مساعد وستولن هو فعل رئيسي. لو ستولن وحدها يعني تصريف ثالث وحده، لو ستيلز شنو؟ مضارع، طبعا مضارع بسيط بأس الشخص الثالث. هسه انت شلون تعرف المطلوب من عندك انه تخلي was stolen، يعني هنا مبني المجهول مقصود به، لان was جواره تصريف ثالث فهذا مبني المجهول، او فقط stolen يعني اللي هي تصريف ثالث، او steals اللي هي مضارعه او بالمضارع البسيط. طبعا ما دام شفت انه نائب الفاعل هو يعني مو انسان، وهنا عندنا جماد ماي ماذرز والت يعني محفظه امي، فممكن تعرف انه المطلوب من عندك هو المبني للمجهول، فالجواب راح يكون was stolen، يعني محفظه امي سرقت in the market في السوق. النقطه الثانيه اللي من خلالها تعرف انه الجمله مبنيه للمجهول هي انه ياتي معها فعل الجار باي. ويا الجمله شو يجي؟ يجي فعل الجار باي، شنو معناه؟ معناه بواسطه، من قبل، واضح؟ زين، وياتي بعده يعني وياتي بعد الباي شجي الفاعل الذي حذفناه من الجمله المبنيه للمعلوم. شلون يعني؟ يعني نقول هسه مثلا مثالنا العربي احنا من اخذناه قلنا كسر علي او احمد الشباك، مو؟ وقلنا من حولناها للمبني المجهول صارت كسر الشباك. ممكن اقول من قبل او بواسطه علي، واضح؟ فهسه هاي من قبل او بواسطه ايش سوينا؟ جبنا وراها الفاعل اللي حذفناه من الجملة المبنية للمعلوم. بالإنجليزية نفس العملية، ممكن نجيب باي وورا الباي أيضا يخلي الفاعل اللي حذفناه من الجملة المبنية للمعلوم. إذا شفنا هاي الباي راح نعرف أنه هاي الجملة شبيهة مبنية للمجهول، وبالتالي راح نعرف شلون نجاوب. مثلا هذا المثال علي داش باي كريم، لاحظت؟ باي كريم. فهسه visited، لو visits، لو is visited، طبعا visited ماضي، visits مضارع، و is visited هذا شنو؟ مبني للمجهول. هسه ما دام شفت باي فافتهمت انه هاي الجمله مبنيه للمجهول، فالمبني للمجهول يحتاج فعل مساعد زائد فعل رئيسي، مو بالتصريف الثالث، فذن الاثنين ما يصير، عندنا فقط افعال رئيسيه، فاخلي is visited وهو الحل، يعني علي قد تمت زيارته من قبل يا هو كريم.
هسه نجي على الكراسة وعندنا تمرين A طبعا اللي موجود في صفحة 44 صفحة 44. طبعا هذا التمرين قايل لك match the beginnings، اربط البدايات and endings والنهايات of the passive sentences للجمل اللي مبنيين بالمجهول. فهسه عندنا نمبر 1 منطيك باتس. شنو باتس؟ باتس يعني الخفافيش اللي احنا نسميها بالعامية سحر الليل. هاي الباتس ممكن تربطها ويا من؟ ممكن تربطها مع can be seen at night، يعني ممكن ان تراهن في الليل. لاحظنا هسه هذا مبني المجهول مع الفعل الناقص كان، اجا وراه بي والفعل الرئيسي سين وات نايت التكمله. طبعا سين بالتصريف الثالث، عندنا سي يرى سو راى والسين التصريف الثالث. النقطه اللي بعدها نمبر 2 ان يو سبيشيز، يعني فد صنف او نوع جديد. يعني ايش تجي وياها؟ تجي وياها هاز بين ديسكفرد. A new species has been discovered. طبعا ذن اللي موجودات هنا بالبدايات هنا كلها شنو؟ نائب الفاعل، واضح؟ فهسا new species شو جا وياها؟ جا وياها has been كفعل مساعد وdiscovered كالفعل الرئيسي. New species يعني فصنف او نوع جديد، has been discovered يعني تم اكتشافه. هسا نجي على النقطة الثالثة snakes الافاعي. طبعا تجي وياها can be frightened of humans، ايضا هسه مبني مجهول مع فعل ناقص كان، خلينا نرى بي، وفرايتند هو التصريف الثالث للفعل وهيومنز التكمله. يعني الافاعي ممكن ان تخاف من الانسان. اللي بعدها عندنا يو انت، طبعا تجي وياها كان بي كولد، ممكن ان تقتل if you are bitten by a snake، اذا يعني انت لدغت من قبل افعى. هسه ايش عندنا؟ عندنا يو كان بي كولد، هاي مبني المجهول مع كان، خلينا وراها بي والتصريف الثالث. وعندنا يو ار بيتن، يو ار بيتن مبني المجهول مع زمن المضارع البسيط، يو وار ويو فاعل او نائب فاعل، وار يعني فعل مساعد، وبتن هو التصريف الثالث للفعل وهو الفعل الرئيسي. عندنا النقطة الخامسة وير، وهاي هسه هنا اعطانا شيء جديد. وير هو يعني تعرفونها انتم اداة سؤال بمعنى اين، فما دام سوينا سؤال لازم نسوي اقلاب، وهذا تعلمناه قضية الاقلاب بالمحاضرة الأساسية الثالثة، السؤال والجواب. فتجوا وياها كان they be found. سوينا هسه لازم قلبنا الكان قبل الفاعل فصارت where can they be found، اين ممكن ان تجدهن. طبعا عندنا be اللي هي جزء من كان يعني من الفعل المساعد، وfound هو الفعل الرئيسي للتصريف الثالث اللي هو التصريف الثالث لfind يجد. والنقطة السادسة عندنا a lot of animals، يعني العديد من الحيوانات شبيهة can be found in deserts، مو يعني ممكن أن تجدها in deserts في الصحاري. A lot of animals قلنا هو نائب الفاعل، و can be هو الفعل المساعد، و found هو الفعل الرئيسي في التصريف الثالث، و in the deserts هي التكملة. هسه نجي على التمرين اللي بعده وهو تمرين B. قايل لك complete these sentences، اكمل هذه الجمل in the passive يعني في المبني للمجهول. Number one hedgehogs يعني القنافذ القنفذ احنا نقول كان داش، مطيك الفعل الرئيسي اللي يريده هو eat by foxes من قبل الثعالب. طبعا هسه ايش عندنا؟ عندنا هيج هوجز هو نائب الفاعل، عندنا كان، كان لازم تجي وراه تعلمنا احنا بالمبني المجهول مع الفعل الناقص، لانه كان فعل ناقص فلازم يجي وراه بي، ورا البي يجينا الفعل الرئيسي بالتصريف الثالث. هسه عندنا ايت، ايت التصريف الثاني مالتها ايت، والتصريف الثالث ايتن هي فعل
قاموسي شاذ. فالجواب راح يكون be eaten، يعني الجملة تكون hedgehogs can be eaten by foxes، يعني القنافذ ممكن أن تؤكل من قبل الفوكسز الثعالب. الجملة اللي بعدها غزلز، طبعا الغزلان وهاي كلمة مأخوذة من العربية، شبيهة كان ممكن ومنطيق فراغ hunt، hunt يصطاد، وهو فعل قاموسي طبيعي يعني من حول للتصريف الثانية والثالث نضيف له ايدي by lions من قبل الأسود. فهسه الهيد عفوا الغزلز الغزلان شبيهة هي نائب الفاعل، كان ايش لازم يجي وراها؟ لازم يجي وراها بي، والهنت لازم هي تتحول الى التصريف الثالث فتصير بي هانتد، فتكون الجمله غازلز كان بي هانتد باي لاينز، يعني الغزلان ممكن ان تصطاد من قبل الاسود. اذا لاحظنا بين الجملتين الاولى والثانيه عندنا باي جاي وراها الفاعل اللي حذفناه من الجمله المبنيه للمعلوم، ومن خلال هاي الباي افتهمنا بانه الجمله بالمبنيه للمجهول. اللي بعدها ممكن انه راح نفهم مبني المجهول لانه النائب الفاعل شبيه مو انسان، يعني هو مضيف هنا بالجملتين الثالثه والرابعه تكرمون حيوانات. وايلد جوتس يعني الماعز البري، مطيق فراغ وقال لك ديسكفر، خلي ديسكفر ان عراق في العراق. ف يعني ممكن نقول يعني الجواب اللي المناسب الاكثر مناسبه اللي هو مبني المجهول مع زمن الماضي البسيط، فالجواب راح يكون were discovered. ليش were discovered؟ لانه wild goats جمع، فنخلوا اياها were، وdiscover لازم يصير بالتصريف الثالث ضفنا لها ed. فهسه wild goats الماعز البري were discovered يعني اكتشفت in Iraq في العراق. النقطة الرابعة the camel الجمل داش مطيق lost، طبعا lost هو التصريف الثالث المن للفعل lose، يعني هو مسهلة عليك منطيق قبل التصريف الثالث in the desert في الصحراء. ممكن ايضا نستخدمها معها الماضي البسيط فنقول the camel الجمل was lost in the desert. ليش was lost؟ لانه the camel مفرد فخلينا وياه was، ولوست هي تصريف ثالث نزلناها نفسها، وان ذا ديزيرت هي التكمله، فالجمل was lost يعني فقد او ضاع in the desert. هسه نجي على الاسئله الوزاريه، وعندنا نموذج رقم 4 واكيد نروح ل question number 2 فرع ب. هسه question number 2 عندنا فرع ب النقطه الثالثه. snakes يعني الافاعي، قال لك can find لو can be find لو can be found in desert في الصحاري. طبعا هنا هسه انت يعني تعرف انه الجمله مبنيه للمجهول من خلال انه بدت بنائب الفاعل هو يعني مو انسان. ف عندنا كان المبني المجهول مع كان، طبعا كان لازم يجي وراها بي زائد التصريف الثالث للفعل، فالجواب راح يكون can be found. واضح؟ هسه نجي على نموذج رقم 5 ونروح له question number 2 السؤال الثاني فرع بالنقطة السادسة. crops يعني المحاصيل such as مثل rice barley and wheat يعني الرز والشعير والقمح شبيهن. grow لو are grown لو is grown by the marsh arabs. هسه شفنا by افتهمنا انه هاي الجمله المطلوب من عندنا نخليها مبني للمجهول. زين grown ماصر نستبعدها راسا لانه احنا بالمبني للمجهول نحتاج فعل مساعد زائد فعل رئيس بالتصريف الثالث. فاما are grown او is grown طبعا عرفنا انه الار جمع والاز مفرد. زين هو قايل لك crops such as rice barley and wheat يعني هو crops جمع ومعدد لك ثاني ثلاث، فاكيد الجواب راح يكون are grown يعني المحاصيل كالرز والشعير والقمح are grown يعني تزرع من قبل the marsh Arabs عرب الاهوار.
هسه نجي على نموذج رقم 6 ونروح الى question number 2 فرع ب النقطة الثانية. cotton and sugar يعني القطن والشكر شبيهن داش in Sudan في السودان. مطيك A is grown لو B are grown لو C grown. هسه احنا ما شفنا ذني الاختيارات بيهن يعني من طينة فعل مساعد زائد فعل رئيسي وبالإضافة إلى ذلك شفنا cotton and sugar هو يعني نائب فاعل مو إنسان فافتهمنا أنه جملة المطلوب من عندنا نخليها بالمبني للمجهول. طبعا cotton and sugar اثنين يعني جمع. طبعا grown أستبعدها. is grown لو are grown أكيد الجواب راح يكون are grown. ليش؟ لأنه cotton and sugar جمع فصير القطن والسكر يزرعان في السودان. هسه نجي على نموذج رقم 8 وأكيد نروح إلى question number 2 السؤال الثاني فرع ب النقطة الخامسة. my watch dash in the market last week. هسه هاي يعني ساعتي فراغ in the market في الماركت في السوق last week الأسبوع الماضي. هاي طبعا أخذنا احنا مثال مشابه لها ف stolen لو was stolen لو is stolen. طبعا stolen ما تصير لازم نحتاج فعل مساعد زائد فعل رئيسي فعل رئيسي فلو was stolen لو is stolen. زين هسه my watch مفرد احنا قلنا هذا نائب فاعل جماد فعرفنا انه يعني الجملة ممكن تكون مبنية للمجهول. زين my watch مفرد فلو was stolen لو is stolen. زين شلون اميز was stolen لو is stolen؟ هو مطيك last week فعرفت انه المطلوب انه بالماضي فاقول was stolen يعني ساعتي سرقت في السوق الاسبوع الماضي. هسه نجي على نموذج رقم 10 واكيد نروح الى question number 2 السؤال الثاني فرع بالنقطة السادسة. crops dash by the marsh Arabs. المحاصيل فراغ من قبل عرب الأهوار. طبعا ما دام شفنا باي افتهمنا انه المطلوب شنو؟ المبني للمجهول. ايش نحتاج من المجهول؟ نحتاج نائب فاعل من طنيان crops. ايش جورة نائب الفاعل؟ يجي فعل مساعد زائد فعل رئيسي. زين هسه هاي ما تصير grow لانه بس فعل رئيسي. فاما are grow او are grown. are grow غلط. ليش؟ لانه grow هو فعل يعني مضارع يعني بالتصريف الاول. انا احتاج بالتصريف الثالث فالجواب راح يكون are grown يعني المحاصيل تزرع من قبل عرب الاهوار. هسه نجي على نموذج رقم 11 ونروح الى question number 2 السؤال الثاني فرع ب النقطة الأولى. قال لك he broke his leg playing football يعني هو كسر قدمه يعني عندما كان يلعب كرة القدم. هسه الهي الفاعل وبروك الفعل his leg المفعول به وبلاينج فوتبول التكملة. عايد عليك الجملة قال لك his leg يعني شنو؟ جايب المفعول به مخليه بالبداية فراغ in the football مو؟ ومكمل الجملة يعني شو يريد منك؟ يريد منك تخلي الفعل المساعد زائد الفعل الرئيسي. زين هي بروك بروك بالماضي لانه بريك يكسر وبروك تصريف الثاني كسره وبروكن تصريف الثالث. اذا عرفت انه الجمله بمن في زمن الماضي البسيط ف was breaking هاي was breaking هذا شنو was ورا بي اي ان جي احنا ما تعلمنا بالمبني المجهول نحتاج هيك شيء. لو بروك وحدها هم ما تمصير. was broken was فعل مساعد وbroken تصريف ثالث وهو ايضا يعني بالماضي was فالجواب هو راح يكون was broken يعني صير his leg قدمه was broken in the football يعني قدمه كسرت في لعبة كرة القدم. هسه نجي على نموذج رقم 13 واكيد نروح الى question number 2 فرع A النقطة السادسة. her father أبوها bought ليلى اشترى لليلى a new camera last week كاميرا جديدة last week.
ايش قايلة؟ قايلة complete the sentence in passive، يعني اكمل هذه الجملة بمن؟ بالباسيف، يعني شنو؟ في زمن، في عفوا، في المبني للمجهول. زين مرجع لك، هو ليلى هي المفعول به كانت في جملة مبنية للمعلوم، مخليها بالبداية في الجملة المبنية للمجهول. وقايل لك انيو كاميرا لاست ويك، مكمل الجملة، فش يريد منك؟ فقط يريد منك الفعل المساعد زائد الفعل الرئيسي. زين انت لازم تعرف هاي الجملة بيا زمن حتى تخلي الفعل المساعد. قايل لك لاست ويك، ما دام لاست ويك الاسبوع الماضي، يعني هذا زمن الماضي البسيط، زمن الماضي البسيط شنو الفعل المساعد؟ يا اما ووز او وير، وحسب نائب الفاعل. نائب الفاعل عندنا ليلى، فاكيد نخلو يا ووز. زين الفعل الرئيسي باوت، طبعا هو باي يشتري، الماضي مالتها باوت، والتصريف الثالث باوت. اذا باوت هو التصريف الثالث، فالجواب راح يكون ووز باوت، فصير ليلى ووز باوت a new camera last week، يعني ليلى اشتروا لها كاميرا جديدة الأسبوع الماضي. هسه نجي على نموذج رقم 14، وأكيد نروح إلى question number 2، السؤال الثاني، فرع ب النقطة الثانية. traditional boats يعني قوارب تقليدية dash as a transport by the marsh Arabs، يعني كوسيلة نقل من قبل المارش عربس، عرب الأهوار. هسه شفنا باي، افتهمنا انه المطلوب من عندنا مبني للمجهول. زين هو مطيق تراديشنال باوتس، مطيق نائب الفاعل، ومطيق ال يعني التكمله مال الجمله. فشنو المطلوب من عندك؟ المطلوب من عندك فقط تجيب الفعل المساعد زائدا الفعل الرئيسي اللي يكون بالتصريف الثالث. فمطيق ار يوزد، لو ار يوزينج، لو هاف يوز. طبعا هاف يوز ما تصير، لانه اليوز هنا لازم تجي بالتصريف الثالث بعد هاف، فهي تستبعدها لان هي اساسا خطا. ار يوزينج، ار وراها اي ان جي، ومبني مجهول احنا ما نستخدم الار، ما نستخدم وراها اي ان جي، نستخدم وراها شنو؟ تصريف ثالث. فالجواب راح يكون ار يوزد، يعني القوارب التقليديه تستخدم من قبل عرب الاهوار كوسيله نقل. هسه نجي على النموذج رقم 15، وهو النموذج الاخير اللي يحتوي يعني النقطه على موضوع المبني للمجهول. فعندنا فرع ب النقطه الاولى، crops such as barley wheat and rice، مطيق are grow low grow low are grown in the marshes، وهي النقطه يعني مكرره اخذناها في احد النماذج السابقه. اكيد هو الجواب راح يكون are grown، يعني المحاصيل كالشعير والحنطة والرز are grown، يعني يزرعها أو تزرع من قبل أو تزرع عفوا in the marshes في الأهوار. إلى هنا يعني انهينا كل شيء يخص موضوع المبني المجهول. أتمنى أن الأمور كانت واضحة لكم. إن شاء الله ألتقيكم في درس قواعد جديد. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.